الفلفل الأسود أو الإبزار باللهجة المغربية بهار معروف، يوضع في كل أنواع الأكل تقريبا. يستخدمه الطهاة بنسبة معينة لأنه الأكثر تداولا، وأيضا لأنه متاح في كافة فصول السنة. أما في مجال الطب فله فوائد كثيرة لا يعرفها معظمنا، فهو على سبيل المثال غني بالبوتاسيوم والمنغنيز والحديد وفيتامين كي وأيضا فيتامين سي. أما الجرعة المصاب بها كعلاج هي نصف ملعقة صغيرة توضع في كوب ماء ساخن، وبعد 5 دقائق يصفى ويتم شربه مرة واحدة في اليوم. يساعد في إزالة الاحتقان ويساعد على التخلص من المخاط، ويعتبر رش بعض الفلفل الأسود المطحون الطازج على وجبات الطعام مفيد جدا في التخلص من بعض نوبات البرد والزكام. أثبتت دراسة في ولاية ميسوري الأمريكية أن البوليفينول المتواجد بكثرة في الفلفل الأسود يحمي من ارتفاع ضغط الدم، وكذلك يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية، وله تأثيرات إيجابية على مرض السكري. تعمل المغذيات النباتية الموجودة في هذا البهار على انهيار الخلايا الدهنية، كما تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي واستهلاك الفلفل الأسود. يساعد الجسم على التخلص من المياه الزائدة والسموم من الجسم، ومع ذلك يجب عدم استهلاكه بكميات كبيرة. يساعد الفلفل الأسود المعدة على إفراز حمض الهيدروكلوريك الذي يساعد على هضم البروتين والمكونات الغذائية الأخرى، مما يساعد على تجنب الإصابة بعسر الهضم والحموضة أو الإمساك أو الإسهال. تعمل مادة لابيبيغيل الموجودة في الفلفل الأسود على تحفيز وظائف الدماغ، مما يجعله أكثر نشاطا ويجعل الجسم أكثر استجابة له، لذلك يعتبر وسيلة رائعة للتغلب على الأفكار السلبية والاكتئاب. يعزز أداء الذاكرة وينشط الدماغ، فمادة لابيبيغيل المكون الرئيسي للفلفل الأسود أثبتت بناء على الأبحاث العلمية والدراسات قدرتها لعلاج ضعف الذاكرة بتحفيز المسارات الكيميائية في الدماغ، وهذا ما ألهم العلماء لإجراء المزيد من الأبحاث حول استخدامه كعلاج مرض زايمر المنتشر عند كبار السن. له خصائص مضادة للالتهابات، ولذلك فهو مناسب للمرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل ومعظم الأمراض الروماتيزمية الأخرى، كما أن بطعمه الحار ينشط الدورة الدموية ويقي بذلك من الآلام والاضطرابات المختلفة التي تحدث نتيجة لعدم وصول الدم للأطراف. يحتوي كما ذكرنا سابقا على مادة لابيبيغين، وهي من المواد ذو الكفاءة العالية في الوقاية من السرطان، ويعمل فيتامين ألف وفيتامين سي والفلافونويدات ومضادة الأكسدة الأخرى الموجودة في الفلفل الأسود على تقوية المناعة في الجسم وتعمل لمقاومة السرطان. وتشير الأبحاث أن مادة لابيبيغين عالية الفعالية في الوقاية من سرطان الثدي. على الرغم من كل تلك الفوائد المحتملة للفلفل الأسود أو الإبزار، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى أعراض جانبية مثل حرقة في الحلق أو المعدة. وكما ذكرنا أنه يساعد على امتصاص بعض المواد الغذائية، فهو أيضا يساعد على امتصاص الهيستامين، وهي مادة مهدئة موجودة في مضادات الحساسية. وعند الإفراط في تناول الفلفل الأسود قد يحدث امتصاص الهيستامين بشكل عالي، مما قد يسبب بعض الخطورة. لذا فإن الاعتدال في استخدامه هو النصيحة المثلى للحصول على فوائده دون أي مخاطر. وإلى هنا مشاهدينا الكرام ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.